حضرتك تعرفين بأنه احنا الانترنت من السوا سوت دول ليبرالية هي داعمة لهذه الأفكار. زين. فبالتأكيد شوف الأدوات اللي تحمينا من هذا الموضوع مو متاحة عندنا. يعني هي وفرت الفي بي ان ببلاش يقدر بأي أي شخص يقدر ينزل في بي ان ويقدر يتجاوز هاي المواقع اللي احنا نحجبها. تمام؟ فليش الدول العظمى أو الليبرالية هي متبناية هذه المواقف والمواقع؟ يعني حضرتك تعرفين الفيسبوك هو بدأ عام 2006 كمواقع أول مواقع التواصل الاجتماعي أكثرها شهرة. من 2006 لحد سنة 2000 ولحد الآن تقريبا خلينا نقول أقل من 20 سنة عدد المستخدمين به صار تقريبا حدود 6 مليار مستخدم بالإضافة إلى مواقع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى يعني بحدود 3 أرباع العالم. زين، أحد أهداف مواقع التواصل الاجتماعي أو شلون يتنافسون بيناتهم، كل موقع يريد يكون عنده أكثر عدد المستخدمين. فبدأوا فيسبوك عندها مركز بحوث نفسي في أرقى الجامعات الأمريكية يشوفون بأنه هذا الشخص رسول نفسيته، أنا شلون أقدر أحافظ عليه يكون دائما مستخدم للمنصة مالتي ما يطلع معتها. أكو برنامج أو فيلم اسمه The Social Dilemma موجود على نتفليكس، معضلة المواقع التواصل الاجتماعي. أنا أنصح يريد يفتهم مشاكل مواقع التواصل الاجتماعي خليه يتفرج عليه. هذا الفيلم أعدوه ناس هم كانوا الأوائل في مواقع التواصل الاجتماعي وبعدين تفاجئوا كان هدفهم من مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يكون هو منصة يتواصلون بها الأهل والأصدقاء وتبادل الذكريات وغيره، لكن بعدين شافوا بأنه صار موضوع ربحي. ما حد يقول وين ربح بي؟ يعني الشركات الكبرى جاي تربح براس المواطنين العراقي. يعني الفيسبوك من يقول هو منصة أنا منزلة يمي ما أدفع فلوس، لكن القيمة السوقية مالته مئات المليارات،